هل تعتقد أن اليوم شبهك مع نيمار هل هو نعمة أم نقمة عليك؟ لأنك نعمة الحمد لله أن في إعلانات تجارية وفي مدخول خلنا نقول لك تجاري وأمور طيبة الحمد لله، لكن النقمة الآن أصبحت مقيد، لا تستطيع أن تخرج، لا تستطيع أن تتمشى، جالس في الفندق مع أصحابك دائما، يعني افتقدت للروح الانترتينمنت الحقيقية. إنه السعر الذي ندفعه لأننا سعر الشهرة، ولكن في البرازيل لا أفكر بهذه الطريقة. إذا استطعت أن أعد أضع أن أموه بعض الأوقات مع بعض الأشخاص، ولكن عندما بدأت عملي في الاختراعات وأن أعمل مع نيمار كان علي أن أقبل كل هذا، وأنا أحب أن أخذ الصور مع الأشخاص وكل هذه العاطفة، وأعطي القليل من نيمار للأشخاص، وأحب جدا أن أخذ الصور مع الأشخاص. إذا معناته أن أنت ممكن حتى في الدوحة تلبس الماسك وتطلع. ولكن أتيت هنا لأسبب كل هذا، هذه الضجة. لا، أثناء فترة راحتك، أثناء الراحة. نعم أوكي، أتيت هنا لعمل الضجة، ولكن في فترة تحتاج أنت الراحة. نعم. طيب.